أغلب الجزائريين يتمسكون بالعقلية الدوغماتية. قل لي علاش. الجزائري ولظروف كثيرة في العقود الأربعة الأخيرة عاش في عزلة على العالم الخارجي، ثم أوهموه أن هذه العزلة تحميه من الأخطار التي تأتيه من ذاك العالم، وباللي بلاده هي من أحسن البلدان وليس لها مثيل. ابتلع الجزائري ذاك الطعم وأصبح إنسانا منغلقا، وتبلور لديه افتخار زائف بكل شيء. افتخر بصحن سلطة صنعه، افتخر بلبسة، افتخر بكل شيء، ووصل به الأمر إلى أن أصبح يفتخر بوجوده على هذا الكوكب تحت مقوله الكرة الأرضية صامتة بلا بينا. وبينما كان الجزائري منغمس في هذا الانحسار العقلي، العالم مستناش وكان في تقدم مذهل علميا وتكنولوجيا واقتصاديا. ومع ظهور الانترنت وانتشار المعلومات وبداية انفتاحه عن العالم مرغما، في البداية أنكر تخلفه ولم يتقبله، وبدأ بالتحجج أنه ولد مسلما وأن همه هي الآخرة وأن الدنيا هي جنة الكافر. وبعد ذلك طور الجزائري إنكاره لواقعه المتخلف، فأصبح يقوم بشيطان التطور للأمم الأخرى دائما. فتلقاه يقول عبارات كما هذيك الدولة طورت باسكو طبعت مع الكيان، أو أن المنظمات السرية هي من تمولها. مع هذا وذاك وتلك الضجة التي حدثت داخله، أصبح الجزائري رسميا شخصا دوغماتي واستأنف ما يجب أن يكون عليه. والله يعطيك الصحة على هذا الوصف. هذا أكثر جزائري وصف راسه وصف الشعب ديالهم على أحسن وجه. هذا هو العقل الجزائري اللي ما كيناش. ها كيفاش عايش وهكيفاش كيفكروا؟ والدليل غنشوفوا واحد الفيديو قربالا نايضه في بلاطو جزائري علاش كيهضروا على الفار. قال له احنا ما نقدوش نديروه، بزاف ديال الاسباب ما تخليناش نديروا الفار. اول حاجه ما عندناش الفلوس باش نخلصوه. قال الجزائر اغلى دوله في افريقيا، قال ما عندهمش الفلوس. هادشي ماشي كنقولوا احنا، راه الاعلام الجزائري هو اللي كيقولوا. وما عندناش الملاعب فين نديروا هذا الفار، وما عندناش الحكام اللي يعرفوا يطبقوا هذا الفار. واش عندكم؟ الفلوس ما كيناش، الملاعب ما كيناش، ما نقول والو، خليكم تسمعوا. الاعلام ديالكم هو اللي كيعترف لكم. ما كاين فلوس، ما كاين حكام ينظموا داكشي، ما كاين ملاعب يدار فيهم داكشي، واش كاين؟ وباش عجبني قالوا الناس في الدوريات الاخرى كيهضروا على المستوى ديال المباريات، الجوده ديال اللاعبين. قالوا احنا كنهضروا على الارضيه ديال الميدان والو، النقل التلفازي والو، الحكام والو، الفار ما كيناش، وباقي السيناريو ديال ايكامبي كيتعاود. باقي كيهضروا على المباراه ديال الكاميرون، والله ما ينساوها هادي، كارثه اكثر من عامين وباقا كتهضروا عليها. راه زعما راه لا حول ولا قوه الا بالله. خليكم تضحكوا شويه مع الاعلام الجزائري كيف العاده. ما تنساوش لايك ولنا الراي ديالكم في التعليقات. ناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شيخ تكلم ايضا وليد ساتيا عن البار، تقنيه البار تكلمنا سمعناها كثيرا. قال بلغه الواثق راح نطبقوها بدايه من الموسم المقبل. قال شدنا 7 شهور واموال باهظه، ومع ذلك يتكلم بلغة الواثق، يعني كأنه مد وعود للعائلة الكروية الجزائرية أنه راح يكون الموسم القادم الفار. مد وعود بزاف، ماشي غير الفار، مد وعود تان باش يجيب شركة الفرق وما جابش، صافي عندها أما بليس دامو وما جابش، فهمت؟ دونك نهضرو وي تقدر تهضر، كل واحد يقدر يمد، فهمت؟ دي بروميس يبرومي، مي صح لا فيناليتي والو. اليوم سي ديفيسيل ديفيسيل دو بروميت، باسكو علاش ما عندكش؟ اليوم هم يقولوا بلي الخزينه تاعنا هي فارغه، ونعرفوا قيمه شحال تسوى الفار. دونك اسكو عندهم هما لي مويان دو لور بوليتيك باش يجيب الفار؟ اسكو عندنا لي مويان تاع لي زانفراستركتور وين نقدروا نديروا الفار؟ فهمت؟ هاو الاشكال. انت صح عندنا يا سيدي اليوم الدوله تاعنا توفر لنا وتعطينا اموال باش نشرو الفار وباش راه اسكو نقدروا نطبقوا في الجزائر في كاع في لي تيرا؟ سي با بوسيبل. ملاعب غير ملاعب، فهمت؟ سي با بوسيبل. دونك هذا اشكال. انا جو بريفير كو سي فري كو سي ان بروبليم تاع مشكل تاع لي زاربيت، وهذا لي زاربيت كانوا في النقط تاع البريزيدون. كان عنده 21 بوان اريغلي في اكزاكتومون. مي اليوم اسكو ريالمون ديسي 8 موا ولا 6 موا راح نكون عندنا لي بار في كاع في لي ستاد تاع الجزائر؟ ربما يكون في سان جوي في لي كرون تيرا اللي هادو لي ستركتور اللي خدموا مجدد، ربما كاين الامكانيات باش نقدروا نديروا الفار. حتى لو الفار راه 400 مليون لا بلوس ولا ما نعرف في المباراة الواحدة شحال يسوى؟ 200 مليون في المباراة الواحدة. راك تشوف هذه في وقت سابق. شحال عندك مقابلة؟ عندك كل مقابلة كم المقابلة؟ 16 فعليا. ميتشي بلي بار دو صافي، مليار و600 في الجمعة.
دونك سي تري شير دونك انا نقول سو لا شوف العديد من البلدان دايرين لا فار مشروع لازم توصل له يبقى البروبليم تاع لي زانفراستركتور وي جو سو اونتيرمون داكور المشكل تاعنا المشكل يتعدى الاتحاديه لي زانفراستركتور سي با لا فيديراسيون مي لا فار موجوده حنا الانديه الجزائريه كي نروحوا نلعبوا في كؤوس افريقيا مثلا نسيبوا لا فار في ادوار متقدمه ما تقدرش تكون متاخر بحجه انك ما عندكش الامكانيات عديد من البلدان دايره بالك تقل علينا من حيث على الاقل كتجربه في ملاعب كبيره لا 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 اذا ديرها تعممها ما تقدرش دير مباراه فيها الفار ومباراه ما فيهاش الفار ماشي طبيعي ماهيش ايكيتابل ماهيش ايكيتابل اليوم سي فري راهم اليوم لا فيديراسيون اكتويال راهي اون كونتاكت يعني البروجي يعني حقيقي راهم مع لا فيفا باش يقدروا يديروا لافار يبقى الامكانيات وي جو انتيرمون داكور تكلف اموال كبيره وكبيره جدا ولكن حتى ولو صبنا الجانب المالي وقدرنا نديروا لافار لازم ندير في كل مباريات الرابطه الاولى وراح شوف انت لي زانفراستركتور وحيد واش عليه والله نقبل انا نتقبل اون طونك اونسيان سبورتيو كاع نتقبل نديروها باغ اكزومبل في لي ديربي في الاخر راح تكون تجربه تكون حساسيه ما واش عليها راح تكون تجربه بصح تجربه لينا وزيد نعطي ان ميساج لي كلوب هذوك اللي راهم يريسيفيو في لي ستاد اللي ما عندهمش صدر العام اللي فات العام اللي فات في النصف نهائي كاس الجمهوريه كانت لافار مباراه شبيبه التصاور على ما اظن بعدها في المباراه النهائيه لا غير موجوده مباراه جملي ناضت صارت الكثير من الكلام قيل في مباراه جمعيه شلف شباب الوزداد بسبب ضربه جزاء ما شفناش لماذا كانت موجوده في المباراه النصف النهائيه داروها كومانيسي بعدها في المباراه النهائيه غايبه اليوم كما راهو يتحدث على فيها اليوم اللي رئيس الاتحاديه تكلم وقال رانا في مشروع الفار من اجل ان تكون موجوده بعد 6 أو 7 أشهر لكن كي تحدث لو تكون موجوده بعد 7 أشهر لافار كاين هناك ملاعب كثير من الملاعب في الجزائر كيفاش راح يتعامل معهم رئيس الاتحاديه اليوم بما انه صرح انه تقنيه الفار ستكون موجوده بعدها راهي كاينه اليوم تقنيه الفار في بعض العديد من الملاعب الجزائريه ما توفرش باش تكون تقنيه الفار ملاعب ما يقدرش يكون فيها اليوم تقنيه الفار اليوم كيف ستتعامل الاتحاديه الجزائريه لانه كما تحدثت تفوق هذا المشكل يفوق الاتحاديه تولي لي زانفراستركتور تولي لي تيرا كاين هناك العديد يولي ريسيفيو ربما خارج الولايه رب كاين انديه ربما ما تتقبلش راح تنوض الكثير والكثير من الامور احنا نعبروا بارابور لي مويان دو بور بارابور للواقع الجزائري حنا جينيرالمون نديروا لو كونستا كصحفيين ونقولوا ما تقدروش وعلى اساس انه دائما نشوفوا المشروع ما يقدرش ينجح ما عندناش دراهم ما عندناش لي صاد نحبسوا ولكن درنا لافار ديجا وفيها دي لاكين وبدينا كالكو ماتش باسكو ماشي نقول لك نبداو ديريكتومون في كل المباريات بديناها ودرنا في كالكو ماتش درناها فورسي في المباريات تاع الافريقيه ودرناها في كره القدم الجزائري وقلت لي حبس لافار في لافينال ما كاش داكور نفكرك بلي في نهائي رابطه الابطال بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي في الماتش روتور لافار ما مشاتش وصرا سكوندال كبير كان قاصا مع اربيت نسيت لك هذه فكره في مباراه اتحاد العاصمه يونغ افريكانز المباراه النهائيه بين في دقيقه 60 الحكم الموريتاني انذاك عيط للقائد فريق اتحاد العاصمه وقال قال له انه الفار تعطلت راح نكملوا نواصلوا المباراه بدون فار في مباراه اتحاد العاصمه لا في المباراه هذا قال الحكم اعترف ولكن في المباراه النهائيه روتور نشفى صافي 5 اون لا سيزون اريا باش في الحكم لا ماشي عبيد تشارف كان قصامه حكم كان قصامه عبيد تشارف 2013 الوداد البيضاوي احتجوا على هدف جوبونس وقال له الاربيت ولي لافار والاربيت قصامه ولاش لافار يقال في تونس يعني لو روتور لافار ما كانش تمشي داروها بصح ما تمشيش ما قال لهم بلي ماهيش تمشي ما ولا لافار وصرا سكوندال وخرجوا وصرا اللي صرا صافي يصراو المشاكل في لافار والناس لاكاف ما تكلمش يعني احنا هنا الماتش تاع الكاميرون مثلا الماتش عندنا لافار عندنا سي سا والان ما عندناش الجواب اللي كانوا حاكمين لافار على ليبوك كان الماني من المانيا لا 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 اللي احنا كنا لافار كان رئيس الاتحاديه شرف الدين عمار شرف الدين مسؤول تاع الاربيتاج كان محمد بشاري اللي كان يقول لنا كي كان حاكم الاربيتاج في الروتور يكون لافار العام الجاي يكون لافار ما كاش لافار ما كاش عطاه وعود قالنا راح نكونوا لافار وكان فيها امكانيات تكلفه كبيره بصح سوقها ولكن ما دارش لافار يعني ما كانتش محسوبه هذا راه كلام في الهواء والناس نساتها بصح كان البيت على الكاميرون الاول للان حنا ديجا جينا نتسالوا وحنا راح بيعطينا ريبونس اسكو يافي اون فوت شفناها لا مندي
سي صح لاتاكون كاميروني طبع مندي مندي قاس الغارديان غافيا غنبول حيطلق البالون الاخر مع ماركا سي صح ما ولاش لافار هل لافار كان حبسه وحمي حبي يقول لك سيدي لي بروبليم تكنيك يصرا في لافار ماشي بور اوتون حبسوا لو بروجي ولا سي بلون فينونسي واش حبيت الميساج اللي حبيت نوصلو حنا كمحبي كره القدم نحن نشاهد المباريات في اوروبا لا بيل ايماج لا بيلوز شابه الامكانيات موجوده لافار ما عندهمش بروبليم تكنيك نشوفوا المباريات في لازي يعني عند البلدان العربيه اللي عندهم اموال تشوف لا بيلوز شابه تشوف لافار توتي بما كاش العنف هاد ليماج الجميله تاع كره القدم احنا ماذا بينا دي زانفراستركتور في الملاعب الكبيره هذا اللي نشوفوها في, 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 في الجزائر لماذا احنا نقولوا نشوفوا بلي يقولوا شفتوا في قطر شفتوا في السعوديه شفتوا لا بيلوز شفتوا ستاد شفتوا البيبليك شفتوا لافار كل امكانيات كاينه حتى القنوات الكبيره يعني راح في اوروبا ولا الكاس ولا البيين ولا كالابليس ولا واش راهم يحبوا هما يفضلون دائما ما هو جميل لا كاليتي تاع ليماج الملعب شباب البيبليك رايع كاين لافار كل ما هو جميل باش يسوقوا صوره جميله على كره القدم وهما لو سبيكتاك يسوقوه عندهم للبيبليك تاعهم لما لو يشوف وحتى بو لي زانونسور هاد اللي في ميجان ورشق بالحجاره والبروبليم تكنيك والغازون عيان والسطاد ما يحبوش سي بو سيت ريزون لازم احنا نرتقي كجزائر بلد كبير احنا بلد كبير وعندنا امكانيات الى مصاف الدول الكبيره في مجال كره القدم حيث الملاعب الجميله التي تحتضن المباريات الارضيات الجميله الببليك الجميل الاداء الرائع ولا تكنيك يعني تقنيه الفار اللي موجوده احنا ما لازمش نقولوا نو احنا انكاباب السنة ما عندناش الى لازم اليوم احنا مباريات الرابطه الاولى اللي ما عنده استاد يعني كي ريبون كريتير اللي تقدر تسوقوا به تسوق به لو شامبيون تاعك جيت زي مثلا تجي لو انتي في عندها لي دروات تجي تبيع لي ماتش تقول تشري نبيع لك ماتش مستطع البيض يقول لا مستطع البيض انا ما يساعدنيش ما يخرجش مليح عندي ما ماذا بين ولا كما بلوس ما نقولش نقول سي تابرودو اليسي لازم احنا نرتقي حتى نقدموا سمعه جميله على كره القدم على البلد ونسوق يعني البطوله بي يعني بالاموال اللازمه سينو ما قادتوش احنا اخر الناس نبقاو في الحجج اللي يعني نعطي الحجه لنفسنا باش نبروفي بلي احنا ماشي ماناش حابين ماناش قادرين واضح كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش ما تبقوش عليا بالراي ديالكم الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد يدعم المحتوى ديالنا كيف بعدا نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب